السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عندي المشروع معمولة قياد وعايز ابدأ حواله ريفت، وانا ببدأ ادخل لوحة لوحة عندي في قلب الريفت، يعني باجي هنا واجي هنا في البروجكت براوزر واقول له ليفل واحد، واقف في ليفل واحد واقول له انسرت، واروح مدخل لوحة الكاد بتاعت ليفل واحد. طيب فرض ان انا عندي حاجة زي كده، يعني هي هو لوحة اوتوكاد واحدة وفيها المشروع كله، فيها الليفلات وفيها الادوار كلها وفيها السكاشن والالفيشن وكل حاجة. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن ابدأ افصل كل واحدة فيهم، اعمل دبليو بلوك وافصل كل واحدة فيهم باسمها. تمام، يعني دي مثلا اسمها ايه؟ بلانتا بريمير بيزو. طيب اقول له دبليو بلوك، تمام، واقول له بيج بوينت، وابدا اختارهم كلهم من نقطه واحده، يعني مثلا من النقطه دي مثلا. تمام، يبقى كله هيتحمل من النقطه دي او من النقطه دي، المهم في نقطه ثابته فيهم كلهم. تمام، بعد كده اقول له سيلكت اوبجكت واروح محدد كله. تمام، واجي هنا هقول له سمي لي الملف ده باسم دوت. تمام، خلينا نحطه على الديسكتوب مثلا، وبعد كده واحد كيس. اوكي، فكده لما اجي هنا هقول له لينك كاد، وراح قايل له خش على الديسكتوب، اقول له حمل لي الملف دوت، واقول له خليه في الليفل دوت. هنا الكلر هتشوف بقى انت عايز تعكس الالوان ولا تخليها زي ما هي، ولا تخليها بلاك اند وايت زي ما انت عايز. الليارات عايز تشوفها كلها ولا فيزبل ولا سبيسيفاي، وتقول له اوبن، يبدا يدخل لك الملف موجود بنفس النقطه. وبعد كده تطلع الدور التاني تروح محمل الملف بتاع الدور التاني اللي موجود في الاوتوكيت. دي طريقه، تمام، وما فيهاش اي مشاكل خالص. الطريقه الثانيه ان انا مش هقعد افصل، لا، هحملهم كلهم على الريفت بنفس الشكل دوت، واروح في مثلا في الدور الارضي هقف عند نقطه 00 هنا، في الدور اللي بعديه اروح اعمل ازاحه واحملها في النقطه ديت، الدور اللي بعديه احملها في النقطه دي وهكذا. تمام، ودول برضو في الالفيشن، روح في الالفيشن وحمل الملف دوت. تمام، انا كنسلت الامر. طيب اجي هنا في اللينك كات وروح محمل الملفات ديت، الملفات دي اظن موجودة هنا، الملف دوت موجود هنا. اللي هو الملف دوت، الملف اهوت محتاج ان هو يتعمل له ريسايز، بس الاول هتعمل له امبين، تقول له انسايز، هتقول له مثلا نمرك خليه مثلا 100، اتوقع محتاج 10 كمان. تمام، يبقى انا هحدد بقى نقطة الصفر بتاعتي، وابدا ارسم مثلا الدور اللي هو بتاع الجراوند. تمام، هاخد اللوحه دي في الدور اللي فوق، اقول له مثلا كوبي، اروح داخل في الليفل 2 واقول له ايه بيست الاين تو كرنت فيو. تمام، طيب هبدا انقلها بقى من نقطه محدده لنقطه محدده، يعني مثلا من النقطه دي مثلا، عشان ان انا هشتغل هنا في الدور التاني سكند بالشكل ده مثلا، وتبدا تظبط الاكسات تبقى في نفس المكان. تمام، طيب الاثنين موجودين لان عندي هنا اندرلي، هقول له خليها نان. تمام، فانا هشتغل هنا في الدور الاولاني، وبعد كده هطلع الدور التاني، ونفس الفكره برضو في الايست والنورث، ابدا احمل ملف عادي في شويه مشاكل خالص.